مساء الخير لكل السادة المشاهدين في مصر وخارج مصر، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أكلات وتكات الشيف حسن على قناة الحياة. زي ما عودناكم تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك أو من خلال أي رقم تليفون أرضي على 38-55-0017 من جميع محافظات مصر ومن جميع أنحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. تعال نفتكر إحنا عملنا إيه امبارح. عملنا المدلعة بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها ودلعناها على طريقتنا، جبناها من طنطا ودلعناها على طريقتنا. النهاردة هنروح فين؟ اسكندرية. هنعمل إيه؟ هنعمل لحمة بعجين. بإيه يا عم حسن؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المنيو بتاعنا بتفاصيله وحركاته وتكاته. هنعمل لحمه بعجين بايه؟ باللحمه، بالفراخ، هنعمل باللحمه البارده، هنعمل بالجمبري، بالبطاطس، بجبنه مشكله، بجمبري، ببطاطس بوريه، تقدري تعمليها بسجق، تقدري تعمليها بحاجات كتير. تعالوا نشوف عجينتها الاول، نعجن عجينتنا ونظبطها ونريحها عشان لما نيجي نفردها تمشي معانا ملبن. وبعد كده تعالوا اما نشوف حشواتنا زي ما انت شايف قدامك. هنعمل باللحمه زي ما انت شايف كده قدامك باللحمه، وهنعمل كمان بالفراخ، وهنعمل باللحمه البارده. تعملي بباسترما، تعملي بتركي، تعملي بباسترامي، تعملي بلانشون، تعملي بقشطه فراخ زي ما انت عايز. هنعمل بجمبري، وهنعمل بجمبري، وهنعمل بجبنه مشكله، وهنعمل كمان ببطاطس بوريه او تعملي بسجق زي ما انت عايز. خطواتك كلها قدام. تعالى نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عجينتنا. بجيب 5 كوبايات دقيق جميع الاستعمالات نمرة 1، قدامك مقاديرك كلها. بجيب 5 كوبايات كبار كيلو دقيق جميع الاستعمالات نمرة 1، وبحط له معلقة خميرة فورية، ومعلقة من البيكنج باودر، نص معلقة من السكر، ونص معلقة ملح، وادخلهم مع بعض. الدقيق والخميرة والبيكنج باودر والسكر والملح ادخلهم مع بعض. خطواتك كده كلها قدامك، والدقيق يكون جميع الاستعمالات نمرة 1 عشان يكون له شخصيه، ماده الجلوتين فيه عاليه، ما يبقاش عجينه مفتوحه. وعجينه على ايديا او في العجان. ادي الدقيق والخميره والبيكنج باودر والسكر والملح، حطيتهم في العجان. واجيب عندي نص الكميه بتاعه الدقيق ميه، واحده واحده كده ادمجهم تاني عشان ادخل الخميره والبيكنج باودر والسكر والملح مع الدقيق كويس قوي في كل حته. وبعد ما اندمجوا انزل نص الكميه بتاعه الدقيق ميه، واحده واحده كده مع بعض. وتكوني حريصه وانت بتحطي الميه عشان الدقيق لو فيه رطوبه تقدري تتحكمي في العجينه. وبعد كده نعجي العجينه ونخدمها كويس قوي ونديها معلقه زيت عشان تنعم. وبعد كده اقطعها لكل رغيف لقمتين عشان اعمل طبقه تحت وطبقه فوق والحشو اللي انا عايز اعمله. من احلى الاكلات في الدنيا الحواوشي الاسكندراني اللي هو لحمه بعجين بتفاصيله وحركات. تقدري تعملي حشواتك كلها زي ما انت عايزه. وعندك ماشيه واحده واحده، احنا بننزل الميه بتاعتنا واحده واحده. كل خطواتك كده كلها قدامك اهو عشان العجينه تبدا تسمغ وتلم. اول ما تبدا تسمغ وتلم كده تهدي خالص، تمام كده، عشان لسه عندي بعد العجينه ما استريحت كده قدامك اهو. هنعمها بايه؟ بمعلقه زيت الذره او زيت الزيتون. خدي بالك من التركه دي، مهمه قوي التنعيمه دي، مهمه جدا جدا عشان تعملي عجينه تبقى انسيابيه معاك. العجينة لسه محتاجة معلقة المية بتاعتها دي اهو، اديها لها. بعد ما اندمجت العجينة كده كويس انزل الزيت الذرة او زيت الزيتون واحدة واحدة عشان انعم العجينة بيه. انعم العجينة واحدة واحدة. صباح الفل يا ام ايمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور من الدنيا كلها العصام والله. انت اللي منورانا يا غالية. الله يخليك. فين تخزين الليمون يا شيخ؟ وفين الحمام الكذاب يا شيخ؟ حاضر. تشيكن تو كابي. عندك ليمون ايه؟ عندك ليمون ايه؟ ليمون اخضر ولا ليمون اصفر؟ الاثنين يا شيخ. حاضر. بلد الليمون اساسي يا جمال وحركات وتكات يا ام ايمن. من عندي قبل عندي انا انسي. وكل الزملكاوي الف مبروك يا زملكاوي، وكل الزملكاويه كلهم الف مبروك. يا زملكاوي احلى تحيه من ام ايمن اسوان. يا نانسي بعد اذنك نزلي لها التشيكن تو كابي والليمون المعصفر. تحت امرك يا ام ايمن، تحت امرك، تحت امرك. واحدة واحدة كده، واحدة واحدة كده. هو عشان الناس مسميينه تشيكن تو كابي الحمام الكذاب، لكن هو اسمه تشيكن تو كابي. واحدة واحدة عشان ما نورثش بناتنا غلط. اخدمي العجينة كويس بعد ما اديناها زيت كويس قوي وتأكدنا العجينة بقت انسيابية. اخدميها كويس عشان تسمغ وتنعم معاكي. معلقة الزيت دي هتعمل ايه؟ هتنعمها معاكي زي ما انت شايف كده، العجينة نعمت خالص. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. بعد كده العجينة دي هنقطعها لكل صنف، لكل رغيف لقمتين اتنين قد بعض عشان اريحهم وافردهم
وبعد كده اعمل حشواتي زي ما انا عايز. زي ما انت شايف خدمت العجينه خالص. تعال اما نشوف العجينه بتاعتي، اخدها وبعد كده ابدا اريحها واغطيها واسيبها نص ساعه عشان ايه تستريح عندي. اخدها كده اخدمها كده اهو، خطواتك كده كلها قدامك اهو، لفها كلها مقاس واحد. بعد ما تلفها مقاس واحد كده كلها هنقطعها ديت. انا هعمل ست اصناف وهعمل من كل صنف لقمتين. يعني ايه يا عم حسن؟ يعني 12 لقمه. انت اعملي اللي انت عايزه، اعملي نص كيلو دقيق ربع كيلو دقيق حسب الافراد اسرتك، لكن انا بعمل لك افكار وانت تاخدي الافكار دي وتوظفيها حسب افراد اسرتك. هنقطع اتناشر حته قد بعض متساوي، خدي بالك اهو عشان كل لقمه تبقى قد التانيه بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها. ولو لقيت لقمه صغيره تروحي واخده الحته الصغيره دي مزوده بيها وتروحي جايه لفاها رول زي ما انت شايف كده عشان تمشي معاك بالشكل ده كده، وتغطيهم وتريحيهم نص ساعه على ما تعملي حشواتك زي ما انت عايز. خطواتك كده كلها قدامك اهو بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. اهم حاجه وانت بتلف رول كده رخامتك ما يكونش عليها دقيق ولا زيت ولا ميه عشان تلف معاكي حلزوني بالشكل ده قدامك اهو. يا تفاصيلك يا عم ياسر. وتريحيها نص ساعه متغطيه عشان ما تعملش قشره. بعد كده نبدا نعمل حشواتنا ونبدا نجهز كل حاجه. طب يعني ده خمرها؟ التريحه نص ساعه هتنشط الخميره اللي موجوده في الدقيق مع البيكنج باودر والسكر والملح. خدي بالك من التفاصيل دي. وسنه الزيت اللي نعمتها دي خلت العجينه قدامك ملبن اهو. احنا عملنا الكويرات بتاعتنا، هنعمل لكل واحد من عندنا رغيفين هنريحهم وبعد كده هنشوف التفاصيل والحركات والتكات وكل حاجه عندك اهو قدامك. اخر رغيف اهو، هلاقي لقمه صغيره زي دي كده اخد لها حته من الفضل معايا دي، وده برضو ازود له حته، واروح جايبه طبق وحاطه فيه العجينه بتاعتي عشان اريحها. اعملي فواصل كده عشان هتبدا الخميره تنشط. خطواتك كده ما تعملش الخواصل كبيره. وبعد كده هنغطيها وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. غطي بقى عشان ايه التغطيه دي؟ عشان الرطوبه. تمام. تعالى بقى على ما تستريح نص ساعه يا عم ياسر، تعالى اما نشوف هنعمل حشو باللحمه ازاي وبالفراخ ازاي وباللحمه البارده ازاي وكل ده. يا استاذه منال صباح الفل. يا استاذه منال صباح المدلعه يا شيخ حسن. صباح الفل يا استاذه منال. لا رهيبه. ازاي صحتك واخبار كل كفر الشيخ؟ ايه كفر الشيخ؟ مين يا شيخ حسن؟ خلاص مني كده. البحيره البحيره نانسي منها لله. نانسي 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 منها لله. نانسي عرفتني من اول مره. صباح الفل. صباح النور يا شيخ حسن على عيون. ايه الاخبار؟ اخبار الحاجه ايه؟ الحمد لله. هتكلمك بعد ما انا اسالك. اموريني. انا دلوقتي عملت عجينه الباف بس عشان اعمل بيها الكرواسان، بس لما لفيت الكرواسان. عشان تعملي ايه الباف بس؟ طلع منها كرواسان؟ اه. لا 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 الباف باستري. مين قال لك كده؟ نانسي اللي قالت لك كده؟ لا نانسي اللي قالت لك كده ان الباب باستري طلع منها كرواسان؟ عجنت الباب باستري ما فيهاش. كنت واخداه من على فيديو على على النت على اليوتيوب. مساء الخير يا غريفي وصباح الخير سقي ورقي. بصي يا استاذه، عجنت الباب باستري ديت ما فيهاش خميره، دي معموله عشان تطلعي منها الابل باي او من الفيب انواعه او ام علي او تعملي منها كورنهات او كنبهات. لكن عجنت الكرواسان عجينه شبيهه للباب باستري بس فيها خميره وفيها بيض وفيها لبن بودره وفيها لبن، فيها حاجات كتيره جدا عشان تخمر وتعلى معاكي الكرواسان. لكن عجينه الباب باستري اللي هي 1000 طبقه او طبقه بتعلى معاكي وتعمل طبقات بسبب التبنيط، يعني ايه تفردي وتطبقي تفردي وتطبقي. هقول لك تفاصيل. حاضر. تأمريني حاجه غير الكرواسان؟ لا انا عايزه سواها بس. سواها لازم تتخمر كويس قوي، بعد ما تتخمر دخليها الفرن من درجه حراره 190 ل 100 ل 200 وتكوني ملمعاها بسائل التلميع وحط عليها فوق حبه البركه، حتى جبنه، حتى شوكولاته، حتى زي ما انت عايز. ماما فين؟ الو؟ تعالى على ما تتصل بينا الاستاذ تاني نعمل حشو اللحم. ادي لحمه مفرومه. واحط لها ايه يا عم حسن؟ بصل كتير، اهم حاجه حبيب اللحمه بعجين البصل. بصل كتير. فلفل رومي. فلفل حار عشان اظبط الايه؟ الاطعمه والعيال تبقى مشتاقه لها. وتبلها ملح وفلفل وكمون وكزبره
وكمان شويه شطه باودر واسمغهم مع بعض. يبقى اول حشوه عندي اللحمه، واسمغ كل المقادير دي مع بعض، وزودي البصل، عودي نفسك البصل في اي حال لحمه بعدين عايزه تعمليه، عايزه تعملي فراخ، عايزه تعملي لحمه، عايزه تعملي اي صنف، البصل هو روحه، فزودي ومتعي وظبطي. وبهاراتك والفلفل الحار، ريحه البهارات كلها طالعه عليا بتستمتعي بيها. زي ما انت شايف كده قدامك اهو، سمغهم في بعض عشان اما نيجي نوزعهم على العجينه على ما تستريح تبقى مسمغه وزي الفل. يا جمالك وتفاصيلك. نركنه يتسمغ. وعندي جبنه شيدر بقى، هدلع بقى العيال بقى، عندي جبنه شيدر، عندي جبنه رومي، عندي جبنه موتزاريلا، ارش عليه بعد ما اعمل الحشو. قدامك اهو زي ما انت عايزه. قلنا دلع عيالك من خير ابوهم زي ما انت شايفه كده قدامك، عندك اي نوع من الجبنه حطيه عليه. اما الفراخ جبت الوراك الفراخ بجلدها عشان يكون فيها ماده الجيلاتينه، وفرمتها وشين على المفرمه بتاعتي. ادي الفراخ بتاعتي المفرومه الوراك، وبصل كتير برضو، بصل كتير عشان ادلع، وفلفل رومي وفلفل حار وملح وفلفل وبهار وشويه جوزه الطيب، وادخلهم كلهم مع بعض اسمغهم. خطواتك كده كلها قدامك اهو عشان تدلع. تعملي بفراخ، تعملي بلحمه، زي ما انت عايزه. خطواتك كلها، اهم حاجه تعملي العجينه بتاعتك صح الصح، وتسمغيها وتسيبيها تستريح. يا استاذه ساره صباح الفل. يا استاذه ساره صباح الفل يا شيف حسن، عروستنا يا جميل، نهارك قشطه. الله يخليك، تحت امرك يا حبيبتي. نفسي اسالك على طريقه البانيه. احلى بانيه، حاضر. حاجه ثانيه غير البانيه؟ لا شكرا. بص، انت بتجيبي الفرخه بتاع صدر الفراخ عندك، وتفتحيه ساندوتش، يعني ايه تفتحيه على اتنين، وتحطي كيس بلاستيك تحت وكيس بلاستيك فوق، ومن الببط بتفرديه، وتتبليه شويه ملح وشويه فلفل وميه بصل، وتسيبيه يريح شويه. بعد ما تبلتيه ملح وفلفل وشويه ميه بصل، بعد كده بتعملي ايه؟ بتجيبي دقيق تبهريه، تحطي له شويه ملح وشويه فلفل وشويه توم باودر وبصل باودر، وتبطنيه، وتجيبي بيضتين تربيهم مع شويه ملح وشويه فلفل، وتحليهم بكوبايه لبن، وبعد كده تنزليه في الدقيق، وتنزليه تاني في الرول اللي هو البيض، وتسيبيه شويه اللبن الدقيق يحل عندك، وبعد كده تحطيه في البقسماط وتضغطي عليه، وتدخليه الفريزر نص ساعه ساعه. ليه فريزر نص ساعه ساعه؟ عشان لما تيجي تحمريه في معلقتين سمنه ومعلقتين زيت، الطبقه الكروست، الطبقه بتاعت البانيه بتاعتك ما تفصلش. لو انت سبتيه في الفريزر من نص ساعه لساعه مش هتفصل خالص، هياخد دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده، وبعد كده زقيه في الفرن يا حبيبتي واستمتعي بيه. تعالى كده شوف يا حاجة فردوس. صباح الفل يا حاجة فردوس. صباح الفل يا شيف حسن، نهارك قشطة يا حاجة فردوس. نهارك أبيض إن شاء الله عليك وعلى عيونك وكل أهل البحيرة يا حاجة فردوس. الله يخليك، حلوة المدلعة قوي وعجبتني، وكنت على الموت اللي ما تقول لي خد يا حاج. إيه رأيك؟ جميلة، سلم إيديك. إيه رأيك؟ والله بعتها لك لحد البحيرة يا حاجة فردوس، ده أنت غالية علينا. خليك والله ده أنت غالية علينا يا حاجة فردوس. الله يخليك. وشفت دلعها، احنا دلعناها على طريقتنا. لا ده انت مدلعها بالقوي خالص. ربنا يكرمك يا حاجه فردوس. ربنا يسهل لك كل امر عسير، وكبير شر سكتك انت وابني وننتي والصف الطقم كله عندك يا رب. امين 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 امين. ولادك كلهم وحبايبك واخواتك تحت امرك يا حاجه فردوس، تحت امرك يا هانم، تحت امرك. شكرا يا هانم. يبقى عملت الحشو بتاع اللحمه او الفراخ. اما اللحمه البارده، عندك تركي، عندك بسترامي، عندك بسطرمه، عندك لانشون، عندك قشطه فراخ، اللي عندك الفاضل اللي عندك اعملي الفكره بيه. بتجيبي اللحمه البارده بتاعتك، وبنفس الطريقه بتديها بصل كتير قدامك اهو، بصل كتير، تديها فلفل رومي مبشور، فلفل حار مبشور، وعندك جبنه شيدر، بتدي لها جبنه شيدر، وبعد كده يا حسن اكتمال عملية التذوق، ملح، فلفل، بهار، وشطة، وشوية جوزة الطيب. تمام كده؟ تمام قوي. دخلي بقى كل مكوناتك دي في بعض عشان تستمتعي بأحلى حشو. وعجينتك فين يا عم حسن؟ العجينة بتستريح. خطواتك كده كلها قدام. أدخل كل مكوناتي دي مع بعض، وأدي تالت حشوة عندي أهو، اللحمة الباردة. تعالى بقى على ما نبدأ نحشي بقى عندنا. يا أستاذة هبة صباح الفل. صباح الخير يا زين، نهارك قشطة يا عروستنا يا جميل. يا هبة ازيك، عامل ايه؟ كله زي الفل يا جميل، نهارك قشطة، وكل الشرقاوة حبايبنا طيبين. وحضرتك طيب يا شيف حسن. أنا آسف يا غالية.
علشان حضرتك قلت لي هنزل الشرقيه وما قلتليش. لا حاضر هاجي والله واقول لك يا غاليه. حاضر من عندي قبل العندي. عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي يا غاليه. عندي دي تورته عايزه اعمله جاهز. عندك ايه دي ايه تورته؟ بصي نص كيلو. نص كيلو اذا كان فانيليا او اذا كان فانيليا او شوكولاته نص كيلو من دقيق التورته الجاهز. هتحط عليه 6 بيضات وهتحط عليه ربع كوبايه ميه دافيه وتضربيه 10 دقائق في العجان لمده 10 دقائق على السرعه العاليه. هيطلع معاكي جهاز الفورمه بتاعتك تدهنيها ماده دهنيه والبطانيه دقيق وتصبي فورمتين تلتين وتدخليه فرن يكون محقق درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه هيطلع معاكي زي الفل. تعالى بقى عملنا حشو اللحمه والفراخ واللحمه البرد. عجينتي استريحت بقت ملبن كده. بص العجينه لما استريحت بقت ملبن اهي. بص بقت ملبن يا جمالك يا حركاتك يا تكملبن اهي. بص تفاصيلك اهو تمام. تعالى بقى نقطه زيت بسيطه كده وهنعمل لكل نوع طبقتين. يعني ايه طبقه تحت وطبقه فوق. كمان شويه زيت كده ورخامتك تبقى نظيفه وخطواتك كده اقول لها قدامك كده ومع بعض. وبعد كده عم حسن الفراده بتاعتك افرد. اعملي بقى المقاس اللي انت عايزاه. عايزاه كبير قوي، عايزاه وسط، عايزاه صغير، انت اللي بتعملي لعيالك. خطواتك كده كلها قدام والتقفيلات بتاعتك انت مش بتاعتي. يعني دي يا عم حسن مش فطير شرقي؟ لا مش فطير شرقي خالص وبعيد عن الفطير الشرقي. بعد ما عملنا الطبقه الاولى اروح دهن المكان الثاني كده عشان ايه هنقلها كده اهو واحطها هنا عشان اعمل الطبقه الثانيه بتاعتها. واتاكد بين كل طبقه وطبقه ان انا بلمع عندي اهو بشويه زيت على الرخامه بتاعتي بسيط كده اهو. واجيب الدقيق عندي اهو ديت بنفس الطريقه اهو وهعمل واحده هنا واحده هنا. وبعد ما هعمل دي هبدا احشي الاثنين لحمه الاثنين فراخ الاثنين لحمه بارده اثنين بطاطس زي ما انت عايزه تعملي. واتفقنا ان انت تعملي كبير او صغير انت اللي بتعملي لعيالك بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك يا جمالك. وبعد كده تعالى الحته الثانيه دي برضو نفرد عليها لقمتين عشان اعمل لك هنا رغيفين وهنا رغيفين بتفاصيلك وادخلهم الفرن على درجه حراره 190 200 عشان وهم خارجين كده اكون مجهز شويه بطاطس مقليه شويه مخلل شويه ليمون بتاع ام ايمن من اسوان زي ما انت عايز كده قدامك اهو يا جمالك. وافرد برضو بعد ما تفردها طولي جيبها عرضي ونقلها عشان نحط الحشو ونغطي. اهم حاجه تغطي العجينه دي تريحيها نص ساعه عشان تبقى ماشيه معاكي ملبن زي ما انت شايف كده قدام وما تتعفيش عليها. دي عجينه سهله. تعال اهو حطها جنب دي عشان نبدا نعمل الثانيه والثالثه وهكذا ونبدا نحشي. وهندلع كمان بايه يا عم حسن؟ عندك اي نوع من الجبن للفراخ للحمه لاي حاجه الموضوع ده حطيه في دماغك. اي حاجه فاضله عندك حطيها ما تقوليش لا. يعني فاهمه ازاي يا عم شريف؟ صباح كل بني سويف. صباح الفل يا شيف. نهارك قشطه عم شريف. نهارك زي الفل يا شيف. احنا يعني بنحبك يا شيف والله. ده شرف ليه يا عم شريف. ربنا يخليك ليه يا غالي. انا بس ليا بس اهداء بهدي بس ادم وصفا. ادم ومصطفى. ادم وصفا دول ولادي انا. ربنا يخليهم لك ويطرح فيهم البركه يا فندم. احلى تحيه من بابا يا ادم ومصطفى ومن برنامج اكلات وتكات شيف حسن على قناه الحياه. ربنا يخليهم لك يا فندم. تعالى بعد ما عملنا اهو زي ما انت شايف كده اروح جايب الصاجات بتاعتي ومجهزاها ودهناها برضو معلقه زيت. خد بالك اهو التفاصيل قدامك اهو يا جمالك يا تفاصيلك حركاتك يا تكاتك. ادهني الصاج بتاعك بمعلقه زيت. والحشو بتاعي اول حاجه اللحمه اهو ريحت. هقسم الحشو ده على اتنين هنا جزء وهنا جزء. زودي بقى قللي انت اللي بتعملي لعيالك بتفاصيلك كده قدامك اهو. حطي الحشو ده على اتنين وافردي في كل حته في الرغيف بتاعك عشان السوى. خدي بالك اهو عشان السوى. وتسيب الحرف فاضي عشان الزق عليه الطبقه الثانيه من العجينه. خد بالك يا جمالك تزود تقلل تعملي الكميه دي على 4 ترغيفه زي ما انت عايزه. تعمليها على رغيفين تعملي رغيف كبير وتقطعيه للعيال زي ما انت عايزه. اهم حاجه اعملي اللي يريحك واللي يسعد عيالك يا جمالك. اللحمه حطيها في كل حته وافرديها. وبعد كده تاكد ان كل الطبقه بتاعتها متساويه
وبعد كده عم حسن هنجيب الطبقه الثانيه من العيش من العجينه نفردها عليها ونقفل واحطها في الصاج واسيبها في مكان دافي ربع ساعه تستريح عشان انشط الخميره تاني. وبعد كده فرني على درجه حراره 200. اتاكد ان الحروف بتاعتي كلها فاضيه. اخد العجينه بتاعتي اهو واحطها كده واخد سحبها كده على الحرف ده كده والحرف ده كده واقفل. وانا كده معاك اهو بقفل على الحروف اللي انا سبتها فاضيه واكون مسكنها صح. واجيب شوكه بعد ما قفلتها كده اجيب شوكه كده اهو واحده واحده واسكن. يعني ايه اسكن؟ ادخل عجين الطبقه الثانيه في الطبقه اللي تحت قدامك اهو اسكن. اسكن العجينه واخدها اقلبها على الصاج بتاعي تمام كده. اروح جايه قلبها كده اهو عشان اشيلها شايف كده اهو ساندوتش. واروح جاي حطها في الصاج كده واروح جايبها لك كده تاني واروح جاي عدلاها كده تاني ومظبطاها قدامك اهو واحده واحده كده اهو التقفيله. وتروح جايه مخرماها كده اهو عشان الهوا. خرميها لازم عشان الهوا يا تفاصيلك. تاكليها بقى في العزازيه في الشرقيه تاكليها في اسكندريه احلى لحمه بعجين بتفاصيلك بحركاتك بتكاتك يا جمالك. كده اول واحده اهو تعالى نعمل الثانيه. لا على الاثنين مع بعض على ما اعمل دي. هنجيب برضو الغطا بتاعي واتاكد من سمكها كده بايديا واروح جايه واخداها كده بنفس الطريقه ومغطيه بيها. والاقي دي كده اهو مقصره افردها عليها كده اهو عشان اجيبها واهو بنفس الطريقه. واروح جايه بصوابعي نغزها كده. بعد ما نغزها بصوابعي كده قدامك كده بجيب شوكه وبسكنها كده واحده واحده كده. سكني بالشوكه عشان ما تفتحش معاكي في الفرن. واجيب صاج تاني ادهنه معلقه زيت. ادهنه معلقه زيت كده في كل حته فيه. واروح جايه قلبه اللقمه دي كده واروح جايه عامله كده واروح جايه عدلها كده اقول صباح الفل يا ندى عروستنا. نهارك قشطه يا عروستنا. ازاي حضرتك يا حبيبتي؟ اموريني يا غاليه. كنت عامله الفطير بتاع حضرتك اللي هو فيه حلويات وكده. اه الفطير الشرقي الحلو. ماله ماله؟ كان نشف مني. نشف منك الفرن كان ايه حامي؟ لا والله كنت عامله كل حاجه بمقادير مظبوطه وكل حاجه بس هو الفطير كان رقيق قوي. ما هو لازم يبقى رقيق، لازم يبقى مورق، لازم يبقى رفيع. اعمل ايه طيب عشان ما هعدهولك تاني ونشوف المشكله وصلت لايه ونعملها لك. حاضر من عندي قبل العند. تحت امرك يا ندى. ادي اول لحمه بعجين قدامك بتفاصيلها بحركاتها بتكتها. بعد ما تريح 10 دقائق ربع ساعه تبدا تنشط الخميره. تعال نزقها في الفرن قدامك التفاصيل والحركات والتكات. قد ايه يا عم حسن؟ 25 دقيقه على درجه حراره 220. بعد ما عملت لك اللحمه بعجين العجينه وعملت لك حشوه باللحمه وبالفراخ وباللحمه البارده بقول التريكات والحركات اللي هنساها انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدانا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك امبارح المدلعه بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها ودلعناها على طريقتنا. النهارده قررنا مع بعض نعمل لحمه بعجين. لحمه بعجين يا عم حسن عملنا عجينه عباره عن كيلو من الدقيق جميع الاستعمالات نمره واحد، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره بيكنج باودر، وحطيت عليها نص معلقه سكر ونص معلقه ملح ونص كميه الدقيق وميه. عجنتها واديتها معلقه زيت، سمقتها مع بعض ونعمتها وبعد كده لفيتها كويرات وغطيتها. وبعد كده دهنت الرخامه زيت وفردتها بالسمك ده قدامك اهو واحده واحده. لكل واحده لكل صنف طبقتين، طبقه تحت وطبقه فوق، طبقه تحت وطبقه فوق. وعملت اول حشو باللحمه، اديته بصل كتير، لحمه مفرومه، اديته فلفل رومي، اديته فلفل حار، اديته التوابل ودخلته الفرن. بعد ما قفلته زي ما انت شايفه كده بقول لك يا تفاصيله يا حركاته يا تكاته، بقول لك في الفرن اول حاجه لحمه بعجين. في الاثناء دي تقدر تتواصلي معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك
او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. اول حاجه الحواوشي عشان الاسكندراني عشان تسويه درجه حراره عاليه، عندك من 200 ل 220 و25 دقيقه يطلع معاكي زي الفل. دلوقتي هنطلعه قدامك 25 دقيقه بس درجه حراره تكون فوق ال 200، من 200 ل 220. تعالى نقسم الحشو بتاع الفراخ، وقلنا الفراخ دي هعملها يا حسن صدور عشان يكون فيها الجلد بتاعها يعمل ماده جيلاتينه عندي، ووزعي السمك بتاعها زي ما انت شايفه كده قدامك في كل حته عشان كلها تبقى متساويه في السوى. يا جمال يا ام عمر، ازيك يا شيف حسن؟ صباح الرضا وصباح بني سويف كله يا ام عمر يا غاليه. يا رب يخليك يا شيف حسن، انت عامل ايه؟ كله بونو الحمد لله يا ام عمر. تسلم ايدك يا شيف حسن على كل اللي بتعمل. ربنا يكون في ميزان حسناتنا ان شاء الله، احنا تحت امرك يا ام عمر. يا رب يخليك يا شيف حسن، والله انت يعني كل حاجتك 100 100 والله. من اجل اسعادكم جميعا يا هاني. بيحاولوا يقلدوك ومفيش حد بيعرف يعمل اللي انت بتعمله والله. ده ربنا الستار، هو ربنا اللي بيوفق. انا مش عارف انا تلاميذك بيحاولوا يقلدوك بس ما يعرفوش. يعني انا فرحان ان هم تلاميذي، انا فرحان ان هم تلاميذي الحمد لله. بس برضه يا شيخ حسن ما يجوش فيك حاجه والله. الحمد لله، انا مش شاطر، انا بعرف استعمل ادواتي، يعني انا عندي ادواتي بعرف استعملها بس مش اكتر من كده. انت احلى ميزه فيك يا شيخ حسن، انت بتعمل لنا كل جديد وكل حاجه حلوه والله، ومحدش بيعمل، يعني انت بتعمل مش زي الناس التانيه، كل واحد بيعمل يعني بيقلد التاني، انما انت الله اكبر عليك، ربنا يبارك لك. الحمد لله يا فندم الحمد لله، احنا تحت امرك جميعا يا هاني. صباح الفل، اموريني انت عايزه مني ايه؟ نهارك قشط، عملت الطبقه بتاعت الفراخ قدامك اهو. يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك، قبل ما اقفل الوش التاني وتفردي بالزيت ورخامتك تبقى نظيفه، وابص على الفرن بتاع لحمه بعجين، تعالى بص التفاصيل والحركات ونخش جوه الفرن وشم ريحه البيت، البهارات مع البصل الكتير مع اللون الذهبي الجميل ده، عشان تستمتعي تطلعيه من الفرن تقطعيه بقى خرط للعيال، شويه بطاطس مقليه، شويه ترش، شويه ليمون معصفر زي ما انت عايز. بجيب الصاج بتاعي اللي انا هدخل فيه الفرن برده وادهنه برده ماده دهنيه زيت. خطواتك كده كلها قدامك يا جماله، يا تفاصيله وحركاته وتكاته، وبعد كده لمع ونقفل عشان لما تيجي تطلعيه يطلع معاكي ملبن. يا تفاصيلك، تعالى بقى نقفل، اخد الوش اللي انا فردته ده وسبته يستريح واروح حطاه كده اهو وظبطه كده اهو الاول واحده واحده كده اهو عشان ما تبقاش حته فيها وحته ما فيهاش العجينه، وبايديكي كده زي ما انت شايف كده اهو قرصيها في كل حته عشان تبداي تجمعيهم على بعض. وتاكيدا للكلام ده اروح جايبه شوكه ومبصماها، بص كده بصمي عشان تدخلي العجينه اللي تحت مع العجينه اللي فوق والحشو في النص، وتروحي جايه قلباها على اتنين وتحطيها في الصاج. تعالى كده عم ياسر نقلبها كده اهو على اتنين، واروح جايه واخدها شايلها كده وحطها في الصاج كده، واروح جايه واخده الوش ده على الوش كده وظبطاها، واروح عامله ايه مخرماها عشان الهواء. التخريمه دي مهمه قوي، خدي بالك عشان ما تعلاش وما تبقاش مستويه من جوه. خرميها عشان الهواء، وقرصي كده اهو، دلعي واحده واحده كده. تعالى نعمل الثانيه بنفس الطريقه اهو، صاجي قدامك اهو، حاجتك قدامك اهو. هناخد الطبقه الثانيه برضو اللي احنا فردناها وحطيناها على الزيت، ونحط زي ما انت شايف كده، واروح جايبه دي كده اهو عشان تبقى الطبقات متساويه، وهنا وابدا اقرصها كده اهو مع بعض، ادخل العجينه الاولى مع العجينه الثانيه والحشو بينهم الاثنين. وعشان اتاكد ان العجينتين لحموا بجيب الشوكه بتاعتي وبضغط عليها عشان ادخل العجينتين مع بعض. خطواتك كده تعملي اللي انت عايزاه، خطواتك كلها مع بعض تعملي اللي انت عايزاه زي ما انت عايز. اعملي بجيب الصاج ده جنب هنا، واروح جايه برضو بنفس الطريقه اهو، واخده دي ساندوتش كده واروح جايبها هنا في الجنب، واروح جايه فرده الثانيه بتاعتها عشان ايه ما تلزقش فيها كده، واحده واحده كده عجينه ريحيها كده ووزعيها وظبطيها، وتاكدي من التخريم عشان السوى وعشان الهواء ما تلاقيهاش نيه من جوه وما تعلاش معاك. التخريم ده هتدخل الحراره جوه ومش هتعلى معاكي، هتبقى جميله ورفيعه وزي الفل.
ننقل دي نقلة بسيطة عشان تاخد حريتها، ودي هنا. بص يبقى عندك بالفراخ، أبص على اللحمة عندي بتاعتي يا جمالك، وأروح جاية نقلها هنا عشان الفرن ده يا جمال مش محتاجة حاجة أهو. تعالى هنا، أدخل هنا، أكمل سوا. عايزة بقى تحطي بين الفراخ وبين اللحمة مكعبات من الجبنة الشيدر دي، حطي من غيرها، حطي زي ما انت عايزه. انا بقول لك افكار، يعني الجبنه دي تقدري تفرديها فوق فوق الفراخ او فوق اللحمه زي ما انت عايزه، عشان لما تيجي تقطعيها سخنه تعمل فادجي، تعمل لك استك. تعالى نزق دي برده في الفرن بتاعي الكبير، خطواتك كده كلها قدامك اهو يا جمال. فرن حراره من 200 ل 220 25 دقيقه عشان تستمتعي بكل التفاصيل والحركات والتكات. اعملي اللي انت عايزاه. يبقى عملت حشو بلحمه وحشو بفراخ، تقدري تحطي شرايح الجبنه الشيدر قبل ما تغطي الطبقه الثانيه من العجينه، او تقدري لا. وادي عندي هنا اللحمه البارده. طب هعمل ازاي بالجمبري عشان ابدا اعمل لك كل التفاصيل اهو؟ برضو بجيب جمبري مسلوق صغير وافتحه ساندوتش، بديله بصل كتير برضو لانه روحه بصل. اما الجمبري بديله توم بعد البصل، وبديله كمان فلفل رومي، وبديله فلفل حار، وبديله كمان بشر ليمون، وبديله جبنه موتزاريلا. يا دلعك يا حسن، كمان جبنه موتزاريلا. واكتمال لعمليه التذوق بديله ملح وفلفل وكمون وشط. يبقى عندك اللحمه البارده، ادي اللحمه البارده، وادي الجمبري. وهروح جايه فارده عجنتين برضو لده ولده، بس قبل ما افرد اتاكد ان رخامتي عليها زيت. خدي بالك، وهنا الحتت اللي انا احط عليها من فوق عليها زيت. يبقى خطواتك كده كلها قدامك عشان اعمل لك التفاصيل كلها قدامك اهو يا جمالك، وتكون رخامتك ما عليهاش ميه ولا عليها دقيق عشان تنجح معاكي كل التفاصيل. هجيب الحتتين اللي هنا والحتتين اللي هنا، وعجنتك خمرانه وزي الفل. اعملي واحد، اعملي اتنين، زي ما انت عايزه، انت اللي بتعملي لعيالك. سنة زيت هنا وسنة زيت هنا، وفرديه بايديك الاول كده، وفرديه بايديك كده. عايزه تخني اللقمه تخنيها في ايديك، يعني عايزه تسيب اللقمه تخينه عشان تشبع العيال، تخنيها زي ما انت عايزه. اللي انت خد الفكره ونفذها زي ما انت عايزه، اهم حاجه ما تضغطيش بالفراده عليها عشان هي اوريدي مش مستحمله. بعد ما فردناها كده اروح جايه حطها هنا، واجيب التانيه بتاعتها افردها عشان احشي. عندي جمبري او عندي لحمه بارده، وقلنا اللحمه البارده تحطي تركي، تحطي بسطرامي، تحطي لانشون، تحطي بسطرمه، تحطي قشطه فراخ زي ما انت عايزه. اللي فاضل عندك يا عم حامد. عم حامد صباح البحر. صباح البحر والاسكندرانيه حبايبنا يا عم حامد. صباح الفل. في مشكله في التليفون عندك يا عم حامد؟ عجين، حاول تصل بينا يا عم حامد، معلش في مشكله في التليفون عندك. تعال عندك زي ما انت شايف كده قدامك اهو، العجنتين دي ودي، بطصهم كده بالدقيق بالزيت، وبعد كده افرد واحده واحده كده مع بعض، وريح العجينه دي وريح العجينه دي، وانت حره بقى في الحشوات. العجينه سهله، كيلو دقيق نمره واحد جميع الاستعمالات، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، نص معلقه سكر، نص معلقه ملح، نص كميه الدقيق ميه، وبعد كده معلقه زيت ذره او زيت زيتون عشان تتجانس مع بعض وتنعم. تعالى ريح هنا كده الوش، ونجيب الايه الطبقه الثانيه. يبقى تحتاري وتختاري في اللي انا عملته لك، اللي في الفرن اللي فوق لحمه، الفرن اللي تحت فراخ، تقدري تزودي شرايح جبنه زي ما انت عايزه، او من غير جبنه زي ما انت عايزه. اعملي لعيالك اللي يريحهم واللي يسعدهم واللي يكون حسب امكانياتك. يا جمالك تعالى بقى اخد الجمبري بتاعي ده وادخله ببعضه، خطواتك كده كلها مع بعض. البصل الكتير وريحه التوم والفلفل الحار والفلفل الرومي وبهاراتك والجبنه الموتزاريلا، بص التفاصيل، بص الريحه، دلعي العيال، بص دلعي العيال.
تعالي دلعي عيالك اهو. بصي يا تفاصيلك يا حركاتك يا جمالك، تعالي دلعي العيال. يا جمالك يا تفاصيلك يا حركاتك. وزعي عشان السوى يبقى كله زي بعضه، وسيب الحروف فاضية عشان الوش. خطواتك كده كلها قدامك. يبقى الفراخ في الفرن واللحمة في الفرن، وادي كمان الجمبري. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك وبهاراتك. يا بهارات يا جماله، فرن كل حاجة طالعة قدامك بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. يا جمال، وادي الجمبري بتاعك اهو بنفس الطريقة اهو. تأكدي ان الحروف بتاعتك فاضية وعادي خالص بكل سهولية بكل أريحية. هتجيبي العجينة دي تفرديها كويس بإيديكي كده اهو، مش محتاجة حاجة عشان تتأكدي ان هي نفس الحجم زي ما انت شايف كده. وتروح جاية اهو واخدها مغطياها وفرداها في كل حتة. هتجيب الجنب ده كده على الجنب ده كده، والجنب ده على الجنب ده كده، واحدة واحدة كده اهو بدون أي مشكلة. هتعملي معاكي أحلى رغيف بالحشو اللي أنت عايزاه. قرصي 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 قرصي. أجيب الصاج بتاعي أدهنه مادة دهنية وأبص على الفرن هنا والفرن هنا، صاجاتي تبقى نظيفة وناشفة. أحط لها معلقة زيت وألمعها زي ما انت شايف كده قدامك عشان لما اجي اطلعها تبقى زي الفل. يا تفاصيلك. اجيبها هنا جنبي بعد ما اتاكدت اهو من القفله بتاعتها، واروح جايه متاكده بالشوكه عشان تلحم. دخل على الطبقه في الطبقه زي ما انت شايف كده اهو. يا جمالك يا تفاصيلك. وتروحي جايه مطبقاها كده على اتنين، وتروحي جايه شايلاها وحطها هنا اهو، وتروحي جايه فتحاها تاني كده ومظبطاها، وتروحي جايه مخرماها تخريمه اهو. بصي اهو، والتاني هنحطه جنبها تخريمه عشان السوى وعشان ما يرفعش معاكي. يا جمالك يا تفاصيلك يا حركاتك. اما التاني الوش التاني اهو، عجنتي اهي مريحه وزي الفل. اروح جايه واخده العجينه بتاعتي ومغطيها بيها، واروح سحبه على الحرف ده وعلى الحرف ده وعلى الحرف ده بالشكل ده كده اهو. ظبطيه بكل اريحيه وقرصيه. اول ما تخلصي كده قرصي، دخلي الطبقه اللي تحت مع الطبقه اللي فوق والحشو بينهم. وبعد كده بتجيبي الشوكه بتضغطي عليها كده اهو بكل اريحيه عشان تعملي كل تفاصيلك وكل حركاتك وكل تكاتك. يا جمالك يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. واجيب الصاج جنبي كده واتاكد من الحشو، واقفلها ساندوتش كده، واروح جايه شايلاها حطها على الحرف وفرداها وظبطها كده اهو. واجيب الشوكه بتاعتي واخرمها عشان ادخلها تحت اللي تجوه. يا جمالك يا تفاصيلك. احتار واختار. تعال شوف الفراخ بتقول يا تفاصيلها. عندي الفرن تاني فاضي تحت. اختار واختار يا جمال. يبقى عندك فراخ، عندك لحمة، عندك جمبري، زي ما انت عايز. احتار واختار، كل التفاصيل قدامك. عندي اللحمة الباردة وعندي البطاطس وعندي الجبنة المشكلة بنفس التكنيك اهو. تعالى اخلط الجبنة المشكلة واخلط البطاطس. جبنة مشكلة، عندي جبنة موتزاريلا. بص، جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، جبنة رومي، جبنة رومي، فلفل حار، طماطم لحم، وشوية زيتون، وشوية نعناع ناشف، وشوية بقدونس أخضر، وزود زيت الزيتون عليه. أما البطاطس بتاعتي يا عم حسن هنعملها إزاي؟ تعالى أما نشوف. عندي بطاطس مسلوقة أصفيها من المية بتاعتها، وأقول صباح الفل يا أستاذة دعاء. صباح البحر. صباح النور، ازيك يا شيخ؟ نهارك قشطة يا أستاذة دعاء. تسلم إيدك على أحلى حواوشي. ده من عندكم بلدكم.
والله بتفرج عليك بس بتخن. لا ليه بتشبعي يعني؟ طبعا بتشبعي بالهنا والشفا يا غاليه. العين اللي بتاكل يا استاذ دعاء. طبعا تسلم ايدك يا شيخ. صباح الفل. حضرتك كيكه الليمون والبراونز. عايز البراونز والليمون والليمون تارت وكيكه الليمون والليمون تارت. حاضر من عندي قبل عندي. يبقى ده عملت الجبنه المشكله. اما البطاطس، بطاطس مسلوقه اديها معلقه زبده، اديها ربع كوبايه كريمه طهي، اديها توم، اديها توم، اديها جبنه، اديها طماطم لحم، اديها زيتون، اديها ملح وفلفل ابيض. لكن التريكات والحركات لا ناسها. انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا في حلقة امبارح المدلعة بتفاصيلها وحركاتها وتكتها ودلعناها على طريقة شيف حسن. النهاردة قررنا مع بعض نحمل اللحمة بعجين. عملنا باللحمة، عملنا بالفراخ، عملنا بالجمبري، عملنا باللحمة الباردة، عملنا كمان بالجبنة المشكلة والبطاطس والبوري. اعملي زي ما انت عايزة. تقدري تعملي بالسجق. وادي التسوية وادي التكنيك. عملنا عجينة كيلو دقيق نمرة واحد جميع الاستعمالات. تقدري تعملي ربع او نص كيلو او تلات ارباع كيلو حسب افراد اسرتك. اهم حاجة تعجني العجينة صح وتريحيها وتفرديها من فوق زيت ومن تحت زيت. تعملي طبقة تحطي الحشو اللي انت عايزاه وطبقة تانية من فوق. تعالى بقى زي ما انت شايف الاسناد دي. تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38-55-00-17 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم. لازم حضرتك زي ما انت شايف عندك اللحمه البارده. قلنا تستعملي تركي، بسترامي، تستعملي بسترما، لانشون، قشطه فراخ اللي عندك. ما توقفيش على حاجه. كل التفاصيل تعمليها زي ما انت عايزه بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. هنقفل دولم. ادي اللحمه البارده قدامك اهو. قفلي زي ما انت شايف كده قدامك واعملي عجنتك وفرديها وريحيها خالص. وتعالى هنا اهو نبدا نقفل دي ونجيب الصاج بتاعي اللي انا هسوي فيه. وعندي ثلاث انواع في الفرن اللي هم ايه يا حسن؟ اللي هم حطيت لحمه، حطيت فراخ، وحطيت جمبري في الفرن. اللحمه جاهزه والفراخ نقلتها من الصاج لصاج. خطواتك كده كلها قدامك. ادي اللحمه بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. بص التفاصيل وبص اللون وبص الريحه، ريحه البهارات والبصل والحراره. يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك يا تفاصيله. تعال اما نشوف الفراخ. نقلتها تحت وحطيت الجمبري فوق. بص التفاصيل والريحه كده والجمال. يا جمالك يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. وعندك الجمبري بيقول لك يا حركاته يا تكاته يا تفاصيله. تحط جبنه ما تحطيش جبنه موضوعك. تعال هنا نعمل اللحمه البارده بنفس التكنيك. وقلنا عجينتنا سهله جدا. كيلو دي جميع الاستعمالات، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، نص معلقه سكر، نص معلقه ملح، ونص كميه الدقيق ميه، ومعلقه زيت عشان انعمها. وبعد كده اقطعها قيرات وارصها على طبق، وبعد كده اغطيها واسيبها تستريح نص ساعه عشان لما تيجي افردها على الرخامه بزيت تمشي معايا ملبن. بعد ما حطيت الحشو قدامك اهو، اروح جايه واخده كده اهو ومغطيه، واروح جايه واخده الغطا ده كده مظبطاه هنا ومظبطاه هنا في كل حته، واقرصه واحدة واحدة كده. بعد ما قرصتي لازم تضغطي بالشوكة عشان تدخلي العجينة اللي تحت مع العجينة اللي فوق، وتروحي جاية قلبها كده واخدها شايلها كده، وتروحي جاية ردها تاني كده اهو، ومظبطة حشوك ومظبطة لفتها واحدة واحدة كده اهو. وتروحي جاية قبل ما تخشها الفرن لازم تكرمريها، تتخرم عشان ايه؟ التسوية، وعشان ما يرتفعش معاكي. يا جمالك يا تفاصيلك قدامك بتفاصيلها بحركاتها بتكاتها. تعالى نقفل التانية بنفس التكنيك اهو، بنفس الحركات بنفس التكات عشان نريح عجينتنا خالص. ونفس الكلام اهو، واروح جايبة ده على ده مريحاهم خالص مع بعض من كل حته، ما تسيبيش حته تكون شده عشان ما تقطمش في الفرن. وقرصيهم. قرصي 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 قرصي. وبعد كده عندي اهو الشوكه برضو واحده واحده كده اهو مع بعض.
اهم حاجه زودي البصل قوي، ظبطي بهاراتك قوي، اهم حاجه في الموضوع. وخدي بالك لازم بنفسك تفرمي لحمتك، لازم بنفسك تفرمي فراخك بنفسك، ما تروحيش اي حته، جيبي الحاجه وافرميها في البيت. عندك كبه صغيره، عندك مفرمه صغيره، زي ما انت عايزه، لكن ما تجيبيش من بره مفروم خالص خالص خالص. خدي نصيحتي، انت بنفسك اعملي حاجتك بنفسك عشان تضمني العيال بياكلوا ايه وعامله لهم ايه. يا جمالك وتروحي جايه مريحاها كده ومظبطاها، وتروحي مخرماها برضو. يا تفاصيلك اركنه هنا على ما الفرن يخلص. على عندي شوف بقى البطاطس عامله ازاي، وشوف الجبنه عامله ازاي. بص البطاطس عامله ازاي والجبنه عامله ازاي، حشوات مختلفه تقدر تعمل سجق. يا استاذ ايمان صباح بورسعيد وكل حبايبنا الحلوه بورسعيد. يا استاذ ايمان الله يخليك يا استاذ حسن، والله انا بحييك وانا على البرنامج الجميل وبشكرك جدا، وطبعا انت بتعمل لنا حاجات جميله جميله جدا، وقصه كمات الحياه اللي دايما بتستمتعنا بالاكلات والاكلات الجميله. استاذ حسن كان في يعني سؤالين عايز اسالهم لك. اتفضلي يا هاني. انا عملت رز واللبن، فهم بيقولوا لي لا اطلبي الرز واللبن من الاستاذ حسن هو يقول لك طريقتها ازاي. انا عاملاها يعني بعملها باللبن والمالينيا والسكر بس. بص يا ستي، ما بص بعدين في حاجه ثانيه، العجينه بتاعت العيش طريقتها ازاي؟ هل المقادير العيش اللي بعمله مثلا خمس رغيفه او سته اللي هو بتاع اللي هي بتاع عيش السرايا؟ طب استني بقى، عجينه عيش السرايا ولا ايه؟ انا سمعت صح؟ الفينو او اللصمه؟ الفينو. ماشي، حاضر حاضر حاضر. اول حاجه عشان تعملي رز بلبن باحلى من بتاع المحلات، بتجيبي لبن كامل الدسم من عند اللبان مش اللي في العلب. جبت اللي في العلب حطي له معلقتين زبده او معلقتين كريمه عشان يديكي معلقه طعم القشطه. اللتر اللبن ده بتحطي له كوبايه رز مصري وتقلبيه فيها وتسيبيها من 3 ل 4 ساعات في المطبخ يتنقع. بعد كده ترفعيه على نار، اول ما يغلي نار عاليه، اول ما يغلي مع التقليب المستمر تهدي النار للوسط وتقعدي تقلبي فيه لحد ما الرز يستوي ويخرط وينزل الماده النشويه. اول ما يستوي ويخرط وتلاقيه ربط تحطي له 3 ارباع كوبايات سكر وذره فانيليا. اول ما تحطي له السكر ويبدا السكر يحل هيسيب تاني منك، مع التقليب المستمر تقليب مستمر هيربط تاني منك. تعبيه بقى في البولات وتسيبيه في المطبخ يبرد، وبعد كده دخليه الثلاجه وادي له شويه زبيب شويه قرفه شويه مكسرات شويه سوداني زي ما انت. اما العجينه بتاعه الفينو الصح الصح عشان تبقى عجينه قطنيه معاكي اسفنجيه معاكي تطلع وتنزل، كيلو دي جميع الاستعمالات نمره 1، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، نص معلقه صغيره محسن خبز، معلقه سكر، معلقتين لبن بودره، 2 عدد بيض، وبتحط لهم نص الكميه بالدقيق ميه مع مرعات الاثنين بيضه قد نص كوبايه من الميه. خدي بالك من دي، اما تيجي تحط الميه تعملي حساب البيض اللي انت حاطيه، عشان انا عامل لك عجينه غنيه ريتش مش عجينه اللي بتتباع في السوق عشان تغذي ولادي. تعجنيها كويس قوي وتغطيها تستريح، بعد ما تستريح ربع ساعه بتشكليها، طلعي منها برجر، طلعي منها فينو، طلعي منها فيينا بتيبان، طلعي منها توست طري. بتعملي بالتكنيك، اهم حاجه تخمريها وتلمعيها بسائل التلميع، فرنك فوق درجه حراره 225 دقيقه. يا استاذه دولت. ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا استاذه دولت. اخبارك؟ كل بونو، سلام لكل اسوان حبايبنا الحلوين يا استاذه دولت. الله يخليك. بص عندي طلب، بس اخويا الصغير عايز يكلمك. اتفضل، اسمه ايه؟ ياسين. يا ياسين. ايه عامل يا شيخ؟ صباح الفل يا ياسين، نهارك قشطه يا ياسين. عايز اسمع الدانية اللي عند امي. عايز ايه؟ عايز اسمع الدانية. اتفضل. عند امي. لمين يا ياسين؟ لمين التهنئه لمين؟ لعمتي أميمة. بقول لك عمتك أميمة، أحلى تحية عمته أميمة من ابن أخوكي ياسين ومن برنامج أكلات وتكات شيف حسن. وإحنا ياسين بنبعت لك أحلى تحية من تكات وأكلات شيف حسن على قناة الحياة لك ولأختك، وربنا يخليك لبابا وماما ولعمتك يا حبيبي. يبقى هنا بعمل الطبقتين التاني اللي هعمل منهم البطاطس الجبنة، أو هعمل إيه؟ عندي البطاطس اللي أنا عملتها، وتقدري تعملي سجق؟ تقدري تعملي سجق، كل خطواتك كده كلها قدام. بعد ما فردت وتأكدي عجنتك كلها مستريحة كده زي ما انت شايف كده قدامك، بجيب الحشو اللي انا عايزه. عندي مجموعة من الجبن، وقلنا الفكرة دي اللي فاضل عندك حطيه على بعض واحدة واحدة كده، هو مجموعة من الجبن. يا عم محمد. شيف حسن صباح المنيا يا حبيب قلبي. عاملها شيف حسن؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اول خط الصعيد. الله يخليك يا ريس. كنت بس عايز اسأل عجينة الكريب. يا كريب الحادق ولا الحلو؟ ها؟ الحادق ولا الحلو؟
لا الحقيقة. حاضر، ثلاث بيضات، معلقة زيت ذرة، معلقة زبدة سايحة، شوية ملح، شوية فلفل، كوباية ونص دقيق، كوبايتين ونص من الايه؟ اللبن الدافي. يبقى ثلاث بيضات، معلقه زيت، معلقه زبده، شويه ملح، شويه فلفل، كوبايه ونص من الدقيق، كوبايتين ونص من اللبن الدافي. كل ده تخفقهم مع بعض، ينعموا وتصفيهم وتسيبهم يستريحوا 10 دقائق ربع ساعه. وبعد كده حضرتك طاسه تكون تيفلون، ادهنها ماده دهنيه وسخنها، كبشه من دي ووزعها، وكبشه من دي، وزي ما انت عايز بقى احشي، زي ما تقدر تحشي بالجبنه دي، تقدر تحشي بالبطاطس، تقدر تحشي بالسبانخ، تقدر تحشي بحاجات كتيره جدا، وتعمل لها صوص ابيض بشاميل، وتعمل لها صوص احمر، وتعمل لها زي الكانيلوني كمان واحلى واحلى. لو عايزها كانيلوني بتزود على العجينه شويه بيكنج باودر، زي ما انت عايز اعمل لها. يا جمالك يا تفاصيل، كل التفاصيل قدامك اهو، والفرن قدامك، والتريكات قدامك. يا جمالك تعالى، يا جمالك تعالى، يا خد غطي وظبط الحروب بتاعتك زي ما انت شايفه. صاجج دهنيه ماده دهنيه، هنقفل كله بالشوكه مع بعض. خطواتك كده كلها واحدة 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 واحدة. يا جماله. وبعد كده أثبت بالشوكة العجينة اللي فوق مع العجينة اللي تحت. أيوة أيوة يا عم ياسر، سامع يا عم ياسر؟ صباح الفل. يا جماله يا تفاصيله، اجيب صاج ادهنه ماده دهنيه برضو. انا مريحه ده ومريحه ده، كل الخطوات قدامك اهو. وبعد كده فاضل البطاطس فقط لا غير، بنفس التكنيك هتعملي ده او ده او ده او ده. انا عملت لك فرايت، عملت لك تشكيله، احتاري واختاري، وتقدري تغيري الحشوات. عندك العجينه الاساس، وعندك الحشو ده بتاعك، شوفي ولادك عايزين ايه واعمليهم. وفي نفس الوقت شويه بطاطس مقليه، شويه ترشي، شويه ليمون معصفر، قدمي مع العيال وظبطي الدنيا. يا جماله تعالى بقى، اقفل كده اهو، واروح جايه مقربه الصاج كده عشان ما يتفتحش مني، واروح حطها في النص كده، واروح جايه مرجعاها وعدلها كاني كده ومظبطاها، واروح جايبه شوكه ومخرماها. نقطه مهمه جدا التخريم. يا جمالك يا تفاصيلك، واجي برضو بنفس التكنيك التانيه. اروح برجعها تاني ومظبطاها، واروح جايه مخرماها. يبقى عندي تعملي باللحمه، تعملي بالفراخ، تعملي بالجمبري، بالبطاطس، بالجبنه المشكله، زي ما انت عايزه. خطواتك كده كلها قدام. اهم حاجه تسيبيهم 10 دقايق ربع ساعه يخمروا تاني. احنا ريحنا العجينه خمرت، وبعد كده هنعمل البطاطس. قدامك دوم خمرانين اهم، تعالى نعمل البطاطس. يا جمالك الناحيه الثانيه خالص اهو، برضه عندي الرخام عليها زيت، والعجينه مستريحه، وعندي زيت، وعندي المردانه بتاعتي او بايديكي. يعني اقدر افرد بايديا؟ اه تقدري تفردي بايديا، طول ما العجينه مستريحه. قدامك ده يخمر، وهندخله الفرن مع بعض. ابص على الفرن الاول. يا جماله بص ريحه الجمبري قلبه الدنيا. يا جماله يا تفاصيله يا حركاته يا تكاته. ادخل واحد تاني هنا عشان اشمع كله. يا تفاصيلك تعالى بقى اعمل البطاطس. البطاطس بتاعي بنفس الطريقه اهو، نقطة زيت هنا ونقطة زيت هنا، بنفس التكنيك ونفس الحركات ونفس التكات. وبعد كده افرد. وبعد كده اقلبيها عشان تعمليها عرضي، وبرده اقلبيها عشان تعمليها عرضي. انا بعمل لك الحتتين اهم. وبعد كده ركبي الحشو اللي انت عايزاه بالفكره اللي انت عايزاها. خطواتك كده كلها قدامك اهو، واروح جايه فرده دي، واروح جايه نقله دي هنا،
واروح جايبه دي هنا عشان اعمل الاثنين التانيين، وحش جبنه، بطاطس، اي نوع زي ما انت عايز. خطواتك كده اهم حاجه رخامتك عليها سنه زيت، توزعيها وتحط عليها من فوق، تفرديها بايديكي كده زي ما انت شايف خطواتك كده كلها، وتعمل اللي انت عايزه. احلى حاجه بقى في لحم بعجين انك لازم تطلعه سخن لولادك وتقدمه فورا من الفرن، ما تسيبوش يبرد، عشان اتفقنا البصل الكتير والبهارات اللي احنا حاطينها هي دي الطعم وهي دي التركات والحركات. اروح جاي نقلها هنا برضو عشان اعمل الطبقه الثانيه، وحشواتك كلها زي ما انت شايف قدامك، البطاطس، وقلنا عندي جبنه شيدر، تقدري تدي لاي حاجه من الحشوات دي جبنه شيدر عليها عشان لما تيجي تقطعيها تبقى فادجي، تبقى ماشيه معاكي استك عشان تمتعيهم. والعجينه هقول لك مقاديرها ثاني: كيلو دقيق جميع الاستعمالات نمره 1، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، نص معلقه سكر، نص معلقه ملح، نص كميه الدقيق ميه، ومعلقه زيت عشان تنعميها. مين معانا يا استاذ ياسر؟ يا عم صالح. ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا عم صالح. ازي حضرتك؟ كله بونو والحمد لله يا عم صالح. ممكن اسالك على سبونج كيك؟ اتفضل. سبونج كيك جاهز ولا فرنساوي؟ جاهز. جاهز. نص كيلو من سبونج كيك فانيليا او شوكولاته، ست بيضات، ربع كوبايه ميه دافيه، تضربهم 10 دقائق على السرعه الثانيه، فرنك يحقق درجه حراره 180 في مروحه، هتصبهم في فرمتين مقاس 22 تكون دهنهم ماده دهنيه، ومبطنهم دقيقه تلتينها 35 دقيقه يطلع معاك زي الفل يا عم صالح. زي ما انت شايف كده تفاصيلك اهو. من احلى الحاجات دي، من احلى حاجات البطاطس دي، ويا سلام لو عندك كمان شويه زيتون اخضر او زيتون اسود حطيها معاها، وشويه نعناع اخضر حلو جميل قوي. تفاصيلك كده كلها قدامك يا جمالك، يا تفاصيلك يا حركاتك. وبعد كده هنغطي الوش التاني بنفس التكنيك ونبدأ نعمل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. يبقى الخطوات كلها، العجينة سهلة، أهم حاجة تعجنيها وتنعميها بالزيت، وبعد كده تقطعيها وتسيبيها، وبعد كده تبدأي تفرديها زي ما انت شايفة كده قدامك، وصاجك مدهون مادة دهنية، وتعملي اللي انت عايزاه. ريحي عجنتك قبل ما تحطيها كده بايديكي، وتروحي جايه واخداها ومغطيه بيها الوش اللي فوق، وتسحبي عليها كده هنا وهنا وهنا في كل حته. وتعالى نعمل الثانيه برضو بنفس الطريقه اهو كده، اهو قدامك اهو. وقبل ما تقفلي تكوني مسويه الحروف بتاعتها في كل حته، وقرصي، دخلي العجينه في بعض، وبعد كده بالشوكه ثبتي، وبعد كده حطي على الصاج وخرمي. واحدة واحدة كده خطواتك كده كلها قدامك اهو، تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. كل التفاصيل اللي بتحلمي بيها هتلاقيه في برنامجنا اكلات وتكات شيف حسن على قناة الحياة، مش في حتة تانية. كل اللي بتحلمي بيه من اي تو زد، كل اللي تحلمي بيه. زي ما اتفقنا عندنا كشكول كامل، مش بنشتغل كده وكده، كل الكشكول كامل عندنا. زي ما انت شايف كده قدامك اهو يا تفاصيلك. وبعد كده لمع بالشكل ده كده، واروح جايبه قفله ده كده، جايبه صاجي قدامي. خدي بالك من التكنيك اللي انا بعمله عشان ما تفتحش منك، وتروحي جايه فرداها، ظبطاها تاني الحشو ومظبطه الحروف، وبتجيبي شوكه تاكدي القفله تاني، وبعد كده تخرميها عشان التسويه وعشان البخار يطلع ما يعلاش معاكي الرغيف. خدي بالك من التفاصيل دي. ونجيب التاني برضو بنفس التكنيك، نقلبه كده، اتاكد من التقفيله بالشوكه، وهكذا عشان كل حاجتك قدامك. يبقى عملت لك 6 افكار، تقدري تعملي 10 افكار. اه تقدري تعملي 10 افكار، اللي انت عايزاه اعمليه بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. تعالى كده اهو، ظبط شوكه تاني عشان تاكد من اللحام، وبعد كده هنخرم، خرم 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 خرم. اظبطي الشكل، ريحيها من 10 ل 15 دقيقة، الفرن بتاعي يكون جاهز، تبدأ تستريح وتتخمر تاني. على ما اشوف الفرن بتاعي جاهز يا جماله، اطلع ده هنا واجيب التاني عليه تحت اللي خمر قبل ده،
قدامك التفاصيل والحركات والتكات. يبقى العجينة واحدة، الحشوات مختلفة، وتقدري تعملي حشوات غير اللي انا عملتها. تقدري تشوفي ولادك انت عندك ايه زيادة في التلاجة او في الفريزر. فكرة الكريب او فكرة البيتزا او الحواوشي او الكريب الحادق هو عبارة عن ايه؟ انك بتجمع الحاجات اللي فاضلة عندك في الفريزر واخر الاسبوع تعملي بيها وجبة لعيالك تخفض لك الميزانية بتاعت الشهر. لكن التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك المدلعة من طنطا امبارح ودلعناها على طريقة الشيف حسن بتفاصيله وحركاته وتكاته. قررنا النهارده نعمل لحمة بعجين، نعملها باللحمة، نعملها بالفراخ، باللحمة الباردة، بالجبنة المشكلة، بالجمبري، بالبطاطس أو بالسجق، زي ما أنت عايز. العجينة واحدة والحشوات دي بتاعتك خالص والتكنيك واحد. هتعجن العجينة كيلو دي جميع الاستعمالات، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة من بيكنج باودر، نص معلقة ملح، نص معلقة سكر، نص كمية الدقيق مية. اعجنيها صح وبعد كده اديليها كمان معلقه من الزيت الذرة او زيت الزيتون حسب امكانياتك. نعميها، قطعيها كويرات وغطيها وسيبيها تستريح نص ساعه. عندك السطح بتاع الرخامه بتاعتك نظفيه وبليه زيت وافرديها واعملي حشوات زي ما انت عايزه وسيبيها تخمر ربع ساعه ودخليها فرن من درجه حراره 200 ل 220 25 دقيقه عشان تطلع معاكي بالشكل ده. تعملي بفراخ، تعملي بلحمه، تعملي بالجبنه البارده او تركي او تركي او بسترامي او بسطرمه او لانشون فراخ او لانشون لحمه زي ما انت عايز. الافكار كلها واحده والتكنيك واحد. وتقدري تعملي بالسجق، تقدري تعملي بالسجق، تقدري تعملي كمان بالبروكلي، تقدري تعملي بالخضروات لاولادك، تقدري تعملي بالخضروات وتضيفي له جبن زي ما انت عايز. عندي اهداء خاص من ماما هند وبابا احمد المولود الجديد سليم المعداوي، بيقول لك الحمد لله على السلامه يا عم سليم، واحلى تحيه لمدام هند والاستاذ احمد بالمولود الجديد سليم المعداوي. الف 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 مبروك ويتربى في عزكم قبل ما تخون ان شاء الله، وعيش يا عم ياسر وعيش كل ساده مشاهدينا.
اختاري واختاري، اعملي عجينه وحشوات دي ليك عليك، تعملي باللحمه، تعملي بالفراخ، باللحمه البارده، بمجموعه جبن، ببطاطس او بفواكه بحر او بسمك لوحده او بسجق زي ما انت عايزه او بخضار، كل شيء مباح ليكي. تعملي العجينه، كيلو من الدقيق، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص معلقه سكر، نص معلقه ملح، نص كميه الدقيق وميه، معلقه زيت. بنشكر كل ساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياه، بنشكر طاقم الشيف حسن. بكره نشوفكم في حلقه خاصه من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه من الساعه 1 ل 2:30. هتروحوا فين؟ تريكات حركات اقدميه هنا مش في اي حته ثانيه. انتظروني.